النهاردة الحلقة دي بتتصور لتاني مرة بعد سنة مع خلوق. خلوق is one of the YouTube team. أهلا بك خلوق. كيفك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله شرفنا. وشكرا دائما لما باجي على مصر دائما بيعطيني ويلكم هيك حلو. الحقيقة الطريقة اللي هو وصل بيها للجوب بتاعته في يوتيوب كانت يعني حاجة inspiring جدا. inspiring وفي شوية حظ. شاهين كوتش الكارير. رح ابدا لك اياه من البدايه. شو اللي كنت عم بعمله اللي هو augmented reality و virtual reality الاي ار والفي ار، هدول اشياء احنا مش كثير بنعملهم بالشرق الاوسط، وهلا انه عم بيصير في تطور فيهم. فكنا اشتغلنا مع برشلونه، اشتغلنا مع توتنهام، اشتغلنا مع مانشستر سيتي، مع ليفربول اللي انتم بمصر بتكيفوا على ليفربول. ويوم من الايام اشتغلنا مع الحكومه السعوديه واشتغلنا معاهم على شيء يعني كان huge. لو طلع يوتيوب الفيجن 2030 اللي هو الفيجن تاع الحكومة السعودية. هو ايه الفرق بين الفي ار والاي ار؟ اوكي، هلا الفي ار باسهل طريقه احكي لك اياها، نظارة البسة ما بتشوف شيء، بتشوف عالم ثاني. الاي ار، الاي ار زي السناب شات فلترز اللي بتحطها مثلا الدنين الكل والقصص كده. اوكي حلو قوي. لما بدهم يصنعوا عمارة او شقة او اي شيء بدهم موديل، فاحنا قدرنا نعمله، نحط مثلا البلان على الطاوله وبتليفونات بايبادز، نعمل سكان للموديل وتبين ك 3D على تليفونك باي ار وتقدر تمشي حوالي الموديل. لو انت بالصين وانا باليابان وفي واحد بالهند وفي واحد بفرنسا وبدنا نطلع نفس الموديل، ما هي كم شركات الكونستراكشن بيشتغلوا اول اوفر ذا وورلد يعني. فمن ورا هاي الشركه اللي اشتغلت فيها تعرفت على كثير ناس مهمين بالسعوديه، ومنهم واحد شافني وشاف الطريقه اللي كنت اشتغل فيها. لي بعرف كيف احكي مع الناس ودائما بشوف اللوجيك بيهايند ثينجز. كان في شاب اشتغلت معاه وهو كان من سويسرا وقال لي انه بدك تغير شغل. قلت له صراحه جعب علي اغير شغل، يعني انه بدي اتطور شوي انا كانسان، وانا ك يعني واحد بشتغل بدي اشوف مثلا كيف بدي اتطور بحياتي، بدي اتطور بالبزنس تاعتي، بدي اتطور بالكارير. قلت له اوكي خلينا نضل على اتصال، وهي اهم شيء ضلك على اتصال مع ناس تعرف عليهم، تعمل نتورك مع ناس عارفها زي كيف انا وياك ايش اسمه وي مت 6 مانث اجو. هلا عم نضل على اتصال مع بعض، ضل يبعث لي واتسابات ما بجاوب. ده معناه انا بضايقك. فحكى معي قال لي اسمع انا عندي شغل بشركه بدك تشتغل معي. قلت له اوكي خليني ابعث لك السي في. بس احنا كل ده بعيد عن يوتيوب. فهذا الزلمه كان من ريد بول وقال لي انه انت ما عندك شيء، ما بعرف بتشوف الغرب وبتشوف الشرق الاوسط وبتعرف تندمج مع كل حدا، بتحكي فرنسي بتحكي عربي بتحكي انجليزي، اسباني شوي مش كتير، بحسك انت مش يعني من بلد، بحسك من العالم. اي ثينك انه بدي اشكر امي انه ربتني منيح وصارت تحكي لي انه تعامل مع كل حدا كانهم انه اصدقائك، ما تعامل حدا غير، ما تشوف حالك على حدا. وهاي هي جد انه فرق بحياتي، انه تشوف كل حدا تسمع قصتهم بعدين تفهمهم. في فرق بين تسمعهم وتفهمهم، وهذا شيء مهم. بدك تسمع حدا بتسمعه بس تفهمهم، تاخذ المعلومات وتشوف انه مثلا ليش هو يفكر هيك وليش بيحكي هيك وليش مثلا بيقعد بطريقه وليش، يعني بدك هدول الاشياء تفهمهم. فمن وراها طلب مني سي في وعدل لي اياها واشتغل معي، وهذا شيء ما قصر معي فيه، بعت له اياها يمكن 7 مرات. بس انا اكثر حاجه لفتتني وانت بتحكي الحته دي انه انت قدمت السي في بتاعك 7 مرات له، يعني من نفس الشخص، يعني مثلا 7 شركات مختلفه. كتير قوي بقابل ناس انا بدور على شغل ومش لاقي او عندي مشكله في الكارير. طب انت عملت عندك سي في اصلا؟ لا من البدايه اصلا ما عنديش سي في. طب عندك سي في؟ عندي. طب قدمته لكام شركه؟ انا قدمت 3 مرات على 3 شغلات يعني. انا ما بحب احكي عن حالي هالقد، ما بحب احكي انه ايش الاشياء اللي عملتها، فكنت كتير انه اخبي اشياء بالسي في. بس قال لي في طريقه تعبير بعدين في شوفه حال. في كثير ناس يعني لما بتشوف السي في تاعهم بيكون ما يشوفش نفسه، يعني ما يبقاش متكبر انه هو انا جامد وكده. بالضبط، بيكون عامل انترنشيب شهرين، حكى انه اشتغل بشركه مثلا 3 سنين. هذا القرار اللي بدي اخده، انه ايدر اتعب حالي اتطور او اضلني انه عم بشتغل مع اصدقائي او انه حتى مريحه يعني كومفورت زون. ما كنت بدي اكون مريح بالمره، نقلت من الاردن لاسكتلندا، هاي ما كانت مريحه بالمره. فدائما بحياتي قلت انه لازم انه احط حالي بمواقف مش مريحه عشان ارتاح فيها. في ملاكم كونر ماكغريغور بيحكيها learn to be in the uncomfortable until it becomes the comfortable. حط نفسك في المكان الغير مريح عشان تطلع احسن ما عندك. قدمت على 30 شركه وقتها، قلت انه اوكي زبطت، ساعدني بالسي في، السي في تاعتي مخيفه.
30 شركه اني قلت انه يمكن اوصلهم يمكن ما اوصلهم، بس كمان قال لي انه يكون عندك ثقه بحالك، وهي هي لما تشتغل مثلا ستارت اب ما عندك الكارير باث، ما عندك ال 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 ما بتعرف وين رح تتواجه، طريق مش واضح. مش واضح. قدمت على سناب شات، قدمت على انستغرام، على لينكدين، على كل الكبار، فاهم؟ شوف كل الشركات اللي انا حاببها بالتك وما تك، وكمان بحس انه احنا عندنا نقص بالتك in terms of مثلا الفيجرز، ما عم بحكي انه in terms of knowledge، بحس انه احنا كثير قوايا بالابس والديزاين والبروجرامينج والسوفتوير، بس حسيت انه في انه people in these companies اللي من الشرق الاوسط، يعني انا من الاردن، كم بدي اشوف انه اشوف واحد اردني دخل على هدول الشركات. جاني اوفر من يوتيوب، it was يعني much simpler than I thought. يعني أنا كنت صغير كنت عم بحكي إنه يوتيوب شركة هالقد كبيرة وبتخوف. بس أنت قدمت عليهم إزاي؟ يعني فتحت أونلاين، حطيت وظائف في جوجل، وبعدين لقيت إنه جوجل عندهم وظائف ويوتيوب، قلت هذا الشيء بحبه، why not تقدم؟ قدمت وهيني هون معك. كمان شوف، لو أنت عندك فكرة عن حالك ما تخلي حدا يخرب لك إياها. هلا احنا ما بعرف ما، بس انا بحس انه احنا بالبلاد العرب بنحاول نكسر بعض. شو رح طلعوا عليك انت واحد يعني من الاردن، او انت واحد من مصر، او انت واحد من عندك ايه تقدمه؟ يعني ما رح يطلعوا عليك، بس لو بتعمل ضجه شوي او بتعمل صوت وتبين حالك رح تبين، الناس رح يصيروا يطلعوا عليك. اعملوا ضجه. ثانك يو خلوق. لا ثانك يو كثير بجد، انا ببسط كل مره بشوف خلوق. ان شاء الله المره الجايه تبقى الميتنج عندك بقى في أكيد. في الهوم كونتري بتاعتك اكيد. ان شاء الله ان شاء الله. او لو تيجي عندنا على لندن سهله. حبيبي تسلم. انا راح افتح قناه. ايه ده؟ اكيد. والله بجد راح اجرب افتح قناه. ثانيه واحده، ابعتوا بقى لخلوق الكومنتس بتاعتكم، ده خلوق هيفتح قناه كمان على يوتيوب الجديده دي. عارف لسه ما فتحته بس بفكر يعني.